الرجال يجي قال يقول الله ابوك لما يجي معك ويدف الصحن وتصحن قسما بالله في رمضان انك كان الرجال برا الرجال جاي شنو اللي طيار واللي عقيد واللي عميد واللي مدري وعرفت يعني شخصيات جايين مع الفطور يقول الله ابوك لما يضيفك معك ويدف الصحن ويطيح الصحن كان مقلق الصحن مقصدر ردوا الصحن من زين ويبطلون القصدير بيشوفون الخروف صار فيه شيء تنقرا طار يبطلون الكيس الخروف اسمه بس العيش لعب فيه كذا على جنب فهم لما يطلع برا ابوي ويقوم زين ويقوم اسمع ويولع من راس الفتيله البارحه في الدور 51 ولعت من راس الفتيله زين المهم دخلت بينهم جدتي تتفرقهم تفرقهم بينهم صار لكش حلوه الكلمه تفرقهم كلمتها تفرق بينهم اخر خلاص صوموا رمضان وخير صوموا تفرق بينهم قوم ابوي بيركم من يركم عمي بوكس انت تسمع لك بالك والله انت تسمع لك بالك وانه مد ايده كذا انه ضرب الساعه اللي ورا واخر عمي ضرب الساعه اللي ورا ضرب الكوع ضرب من ضرب وجه جدتي انا ضرب وجه الكوع كوع ابوي انا من قوه الكوع انه ضرب وجه جدتي واغمى عليها طاحت فجاه طاحت الوجه وشلونه يحطونه في المقعد كبر عليها ماي وكبر عليها ماي لين قامت شوف قلب لهم شنو دليله حلو فزت شوف فزت من هي وما عليها صح تذكرت شنو انها كان في هوشه الولد في كان في هوشه اي صح قامت فرقوهم لا اله الا الله شوف والله العظيم انها قامت من هي كانت مغمى عليها انها قامت قالت فرقوهم كم ما في شيء ما في شيء قاعد يتفطرون كلهم يتفطرون كلهم قاعدين يتفطرون كلهم بس تقوم قوم 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 يفطرونها ويعطون الخير وخلاص ابوي انغبن الحين انا بضرب اخوي جت الضربه في من؟ في امي قاعد يفكر كل ما جاء عند جدتي قالت له؟ فرقني زعلانه من الضرب ضايقه الله يلومها ابوها بعد مو قصد ابوي فهمت؟ ادري اسمع ولا تقول لك كذا ادري كاني فرقني صح انك تفرق السلام عليكم اسمع اسمع سوي خوي اسمع ولا تقول اسمع ولا تقول فارقني لا تكلمني ولا تسلم علي فارقني لا تكلمني ولا تسلم علي وحيد انغب من ابوي الحين انقهر شو برد امي ها؟ طلعت من الثعلب اسمع انقهر ابوي الحين ايش قال شنو؟ ايش قال؟ شلون براضيها؟ تخيل ان ابوي كبير ابوي عمره 46 سنه تراني محتار دخل غرفته يبكي لا والله اني محتار تخيل كبير يدري راسه كله شيب دخل يبكي حلفتي فيصل راضيها فيه الله يلوم امه وعاد وش راضيها فيه دخل عنده في الغرفه والله انا قدامي انه بكى وانه احب رجلها وانه احب ايدها وانه احب خدها واحب عينها واحب كل شيء في جسمها قلت تكفين خلاص تكفين خلاص قالت خلاص اصرح له ما في العافيه راضين عنك بس اصرح له خلاص اصرح عاد اللي عرفت اللي فيه شوي يعني ليش تخانقون قدامه يزرق سوق الذهب اللي عندنا في المبركيه خلينا المبركيه عندنا ذهب وكذا ودلع حق العجايز طميه نقوى هديه من ينس طبعا ذهب لا تسمعني اقول لك ذهب عشان كذا نقوى 10,000 دينار كويتي اوكي عشان تحس انك ضحك الله يكرمك على شيء ثاني انا ما هو طبعا الجده اوه 15,000 قيمه ذهب ربط ربط الجده 15,000 ذهب اي بالله برضى تعال كل يوم بزعل منك 15,000 الله يحفظك دراجني يا جميع الله يرحمه حيه حيه موتوها انتوا لا ميته لا مصلح ما تشمل الحي والميت امنوا هذيك ها ام ابوك ولا ام ابوي طيب ابوك حيه عسى الله يطول بعمره طيب من الميته قبل شوي اللي قلتها طيب واذا حيه قاعد اقول لك يا غبي قاعد اقول جدي متزوج اربع طيب واذا اللي ماتت ام واحد اماراتيه قطريه سعوديه كويتيه سعوديه طيب اذا حيه خليجنا واحد بعد البحرين الله يرحمه عثمان طيب واذا حيه وقال الله يرحمه ما عادي بس انا عرفت اني قال صدمني وقال الله يرحمه وغفر له طيب الله يرحمه متى ماتت انا ما عندي خبر هو قال الله يرحمه وغفر له كيف ماتت انا ما عندي خبر انت ارتعت الله يرحمه اي اخي كيف ماتت موسى وقاعدين نسولف اسمع الله يرحمك ويغفر لك الله يرحمك ويغفر لك حقك يا موسى امين كلنا بس انت قلت بس انت قلت الله حق اني حسبالي ميت لان كنا اصلا هناك انا وصالف عن هذه جدته الرابعه عندنا الحين جدته الثانيه ها
جدته ام ابوه. طيب الثالثه. طيب انت جدتكم ابوك وشي؟ جدتي ام ابوي؟ ايه شلون صلاح يعني؟